اللي عم بيصير هلا هالورد القصة كلها. ومسرح الجريمة هون بقمر الزوق وضرب مع كل الصبايا كثير مهضوم. تابعونا ورح تضحكوا أنا أكيد. الو الو وي بونجور بونجور مسيو شوقي ايه نعم تفضلي مين معي؟ جمانة. مين جمانة؟ انت ما بتعرفني بس صراحة انه انا على طول بتلاقى فيك عن توني. توني مين توني؟ حضرتك باستراليا كنت هونيك. رجعت لبنان. انت بلبنان؟ عرفت عرفت عرفت. قال لي توني صراحة حابة هيك شوفك بخصوص انه معجبة. بس هيك دغري من الشباك للطاقة؟ لا بس في مجال ولا ما في مجال؟ انه ايه ما في مشكلة. وين وين ساكنة انت؟ يلا لكن اي متى بتحب نتلاقى؟ اليوم بعد الظهر. بعد الظهر انت وين ساكنة؟ انا ساكنة بعمشيت. انت وين؟ انا بدبي. بدبي. شو رأيك بنقسم الطريق بنتلاقى بقمر الزوق؟ قمر الزوق بالزوق انت وطالع بتطلع يعني من اول الكسليك وبتضلك طالع. ايه اوكي ما في مشكلة. اوكي ذكريني بس جمانة. جمانة. جمانة هلا بس شوفني يعني انا بقرب عليك رح كون حاطه ورده حمراء. رح كون حاطه ورده حمراء. ايه ماشي ماشي اوكي اوكي. اوكي يا 3 ونص منيح. 3 ونص على توقيت لبنان يعني 4 الا ساعه على العشاء. على العشاء صح صح اوكي يلا ناطرتك. اوكي ثانك يو باي باي باي. عيش عيش وكل غيرك خليك عم تضحك خليك الدنيا صعب شو بلعب فيك عيش Ha 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 ha!
مثل العادة خلص موسم الصيف وإجا الشتاء وبلشت الناس تعمل شوبينج وهون عامل 60% كدنا لعنده بعت له مصفة حطينا كاميراتنا ونشوف هالمقلب صار. هنا نشوف أكيد عم نتفرج هذا مهضوم مهضوم إيس هيدا أولي إيسي كتير حلو شكله حلو بس ما بعرف في شيء مش راكب لأنه ضيق ما فيك هولي بتسكروا جيبوه أو بريك الجياب وبسكروا أو بتعرفي شو حتى قلبي روقي بقلك شو رح يصير لا قصيها جالس ايه ما بدي فوت المقص قبل حبيبتي عرفتي؟ لا لا ما عجبني انا ما بعرف هلا اذا بيندرس بصير اقصر يعني بعمل ايه؟ انا ما حبيته صراحه ايه انا كمان شوف الشيء تاني ما حبيتيه فيكي تعملي اللي بدك اياه فيه بس مجبوره شو بدي اعمل فيه ما رح البسه ما حبيت ما تلبسيه مدام بس مجبوره تهدي ما انت قصيتيه هذا كان بنطلون انت قصيتيه ايه بس ما حبيته ما طلع حلو علي ما حبيته فيها تكبه فيها تعمل اللي بدها اياه بتشتريه وبتكبه بتلحقه على الفاضي إيه يعني انا هون موظفه مدام يعني المفروض هذا كان بنطلون عم بتسيب بروتوكول صباح حبيبتي لا ما بقصر مدام بتزن مني بونجور لي لا سوري مدام بيزن منك بدك تشتري بنطلون حبيبتي ما حبيت مدام اصلا رخيص كثير وما خاص رخيص ولا هون ما بقصر ما خاص بس ما حبيناه ما حبيته ما طلع حلو علي انا بس حقه للبنطلون طلع بحلقة جديدة من برنامجنا فنان من لبنان اللي كان بيتجدد كل أسبوع مثل العادة. اليوم ضيوفي بهالحلقة الفنانة الشاعرة بعتذر منك نانسي اللقيس. أهلا وسهلا فيك نانسي. نانسي حضرتك مغتربة وجاية على لبنان. معنا كمان الفنانة التشكيلي مرشد الطايش. أهلا وسهلا فيك أستاذ طايش. أهلين حضرتك فنان تشكيلي تشكيلي وبشكيلك يعني هيك انا بتشي كل شيء بشتغل اوكي وبالاساس نجار موبيل يعني احنا لك خليق جدا اول ما خلقنا نعم احنا من سنه 1800 وشي نعم بيت الطايش معروفين انه كل شيء تشكيلي نعم كنت انا وزير روح اشكيله لبعيد يعني بدي اعمل كل شيء من نجار موبيل لهلا واخذتوها يعني بالعائله كلها صارت زي تشكيلي لكي انا وزير ما كنت ابكي حتى يعني في لكي الانسان بيخلق هيك وهو زي نانسي مثل ما بعرف انه حضرتك قضيتي ثلاث ارباع عمرك بابيجان لكن الغربه ثقيله بيني وبينك الغربه بتخلي الانسان يبعد عن وطنه يعني شو ما كان الوطن غير ما بعرف ما بقى هي وجهه نظري بتوخزيني يعني بس انه انا هيك بحس احساسك بمحله الله يخليكي عشتي بأبيجان في كثير لبنانيين عايشين بأبيجان انا عندي بيت مخول وبيت مخروف في عندي جانيت ألشين هاي كانت جارتنا ربتني كان عمري 9 سنين
تركتنا وراحت على أبيجان. ايه هونيك ذهب وما ذهب ما مصاري كثير. بدك تخبريني شوي كيف بلشت تكتب بخواطر لوصلت لك؟ هاي تجي موهبه من الانسان. انا بقول لك بيبقى الواحد صغير خواطر بيحمل القلم وبيبلش. انا كنت بالصف انا وصغير كيف طلعت نجار موبيليا؟ كيف تبقى عم يعني فسر التاريخ جغرافيا عم برسم لك خزانه تخت كذا تجي وطلعت فنان تشكيله وبشكيله يعني. نانسي يا ريت بدك تخبريني شوي عن الكتاب. عن ذاك الكتاب في انت بالعربي كتبتيه ولا ايه؟ وما اقعد مطرحي. لا حمد ليش هو؟ لانه ما هي عم تسالني لالي مش لالك. ايه بعرف حمد بس انه عم تسال. ما هي مقابله اثنيناتنا. بعد شوي حتحكي لي قصه حياتك. ما هي هيك مش معلي نوقف شوي زعجت شوي ما بعرف. بس انه هو عم يحكي عن عائلة. انا ما عندي وقت. انا بدي بكبه كل شيء عندي بكبه هيك وعندي والله. طب اوكي بس اني بتخلص ترجع هي رح تسالك. سوري اذا زعجتك انا بعتذر عن جد بس ما عن جد. خليك خفيف الظروف يعني. نانسي بس كنت عم بسالك انه خبريني شوي عن أبيجان وكيف بلشت الفكره. يعني اليوم الواحد بيعيش ببلد اجنبي غير ما يعيش ببلد عربي حتى. سبق وقلت لك اسم كريم سبق وقلت لك غير بمزاجي. نعم. واحد يترك بلده بيعيش برا اكيد ما لنا هينه يعني أكيد. مع انه يمكن بيدبر حاله كذا بس بضل في غصه ولا لا بتشاركين هالراي ولا لا بضل في غصه عند الانسان. وبعدين الشاعر بيطلع معه لحظه صغيره ما كل عم اطشي ما تطشيني انا اطشت خليها ترجع تسالك اطشتك شيء لك ما تطشيني ولا ارد عليك يا بسالني لالي انت بتطشت شيء وعم شوي اطشتك شيء انا بس احكي اكيد عم تطشني الله تفضل المقابله اللي لكم اثنيناتكم ما هيك يعني شيء لي شيء لك يعني اذا جاي على صوره هون تعرف انا شايفه انا الصوره لا يا حبيبتي انت لك بدك تحكي هيك وانا بدي احكي انا بعدني ما نطقت خذ نفس مع انه هول خذ نفس خذ نفس شوي نسيت بدي اعرف عنوان الكتاب شو هو 30 الوداع الوداع يعني مسافه تاع بيجان والدعوه نعم قلت لي كل شيء بيتاخذ من واحد سفر اللي هي سفارتها وقعد بقى بيجان هذا العمر فهمتي شو هون طلع مع الالهام والكذا وايدت ومين خبرك هالخبريه انا هيك بقول نعم لا منه صحيح هذا الكلام ما اعطشتك شيء ما تقطشينه لا بس انت عم تجاوب عني هذا منه كلام مزبوط والله تفضلي لا مالك بردون لحظه شوي لا مش لحظه لحظه شوي انا لحظه انت كيف بتجاوب عني انا اعطيك رايي هذا منه راي انت عم تجاوب عني حلا تقبلي حلا لا اكيد لا ما انا انا ما تقطشينه وعم بحكي ارد عليك انت اللي قطشتني اذا هيك بدك تضل لا 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 مالك ست نانسي ست نانسي مالك سألينا سؤالنا كله إلا؟ يلا بدي أسألك أستاذ مرشد معنا كمان بدي أعرف شغلة الفنان التشكيلي بيجي على باله خواطر يكتب بيصير شاعر ولا بضل بالأشياء هو اللي بيعملها؟ لك أكثر شيء بيجي على باله نام يعني بقضيها نوم قد ما بدي عنده عشق للنوم يعني يعني تخيل امبارح نمت الساعة 9 بالليل هلا وقت مشان ما براح نام ما عم بلحق شكل شيء من هذا بس إنه فنان تشكيلي طيب لكينا انا كثير انبسطت بهيدا اللقاء ميرسي وانا انبسطت كثير شعرا نسي هل هيدا هو اللقاء ما فهمت يلا انتهت الحلقه حبيبتي هي هو فلي عم تمزحي اللقاءنا بيتجدد الاسبوع الجاي عن جد كثير هيك شو انا لو عارفه هيك اصلا ابدا ما جيت جايب لي هالص هيدا كمان بس انا مش عم بنهي المقابله عيشوا عيشوا